هاد الناس اليوم اللي صبحنا حنا كمتهمين بالبلوكاج وبالهضره اللي ديال الشارع اللي حنا راه ما رضيناش بها وما غاديش يمكن لينا نرضاو بها في اكثر ما نوضحوا للمواطنين والساكنه. حنا ما عمرنا درنا البلوكاج، حنا اللي صوتنا على الرئيسه، حنا اللي صوتنا على المجلس، صوتنا على الميزانيه الاولى ديال جامعه طنطا، صوتنا على الفائض ديال جامعه ديال طنطا، لكن هما اللي كيديروا هاد الناس البلوكاج من اجل اش؟ الله اعلم، ولكن من تدبير وتسيير العشوائي الانفرادي ديالهم هما اللي كيتحملوا فيه المسؤوليه لدرجه اليوم هو الحمد لله السيد الوالي يعني جاء شرف شخصيا يعني على نقط ديال الدوره ولغاهم من اجل اش؟ ما كاملينش. وهذا هو اللي كنقولوا حنا دائما، كنطالبوا حقنا في المعلومه، كنطالبوا حقنا في التشارك مع هاد الناس باش يكون الخدمه يعني عموميه ديال جميع المستشارين والمستشارات. علاش تنتقساو؟ هذا هو اللي كنطالب. حنا راه كنديروا العصا في الرويضه، هي اصلا ما عندها كاع الرويض اللي غادي نديروا ليها حنا اليوم العصا في الرويضه، والطامه الكبرى اللي طحنا فيها دروكا ها هو حتى برنامج العمل اللي من ضمن الاولويات ديال سميتو ولا حتى الفائض راه ما دازش ومازال ما غاديش يدوز. علاش؟ لانه ما كاملينش معطيات. سير اللي ما عرفش الانسان يسير، وما عرفتش انا واش من اداره ولا من هذا التعنت ديال هذا الرئيسه ولا النائب اللي مكلف معاه لدرجه بالله عليكم اليوم جماعه مسيره بنائب ورئيسه، حتى الموظفين يعني راه مشاكل كثيره، والطمر كبرى انتم اللي متبعين معنا ديال النفايات اللي هي كارثه قدها قداش. اليوم جينا خدامين بالليل وبالنهار وتنقولوا شكرا السيد النائب راه حيدتي لينا هذا المطرح، راه هذا المطرح راه كان راه هذا. حنا قولوا لنا الواقع، راه كل مجلس عنده التجربه ديالو، ويعني استمراريه المجالس كاينه. واش الله عليكم حنا اليوم في 3 سنين ديال هذا المجلس وباقي تنعاودوا على المجلس القديم، وباقي تتحاسب معايا انا على المجلس القديم؟ ها اليوم بغينا الحصيله ديالكم الشرفه الحرار، اعطيونا الحصيله، ماشي تهضروا علينا حنا راه كان ذاك المطرح. لا، كان ذاك المطرح راه حيدناه الحمد لله، وكاينين ادله باش حيدناه. اليوم بعد التمديد ديال 4 شهور وبعد التمديد ديال شهرين تقريبا واحد 300 مليون اللي راه شدات هذه الشركه، فينا هي 6 شهور وهي كتحط لينا في النفايات كتجمعهم لينا في ارض اللي كان فيها استثمار. هذه الارض ديال الامارات راه كان فيها واحد المشروع من ذاك الطراز العالي كانوا كيخدموا فيه السكينه ديال الجمال وديال كذا. سيروا شوفوا دابا هذيك الارض كيف ولات، ماشي عيب وعار، ونساهموا اليوم بغينا حنا الاقتصاد والتنميه ديال بناتنا. باش خص يكون عندنا تصور، خص هذه الامور كامله تتخذ بعين الاعتبار، ماشي نجيبوا شركه نعطيوها اليوم في اطار تمديد 300 مليون وست شهور ولا 5 شهور هي كتجمع لينا في الزبل، وعاطيه للساكنه يعني الخنز، وعاطيه انا شنيوله، ورا الناس تتعاني، وحتى خرجت الساكنه كتعاني. عاد اليوم ومشكورين راه حنا كنحيدوا، يا سيدي قال تحيدوا غير خليوه. ودابا تحاسبوا معنا، راه تنطالبوا من الجهات الوصيه اللي عندها اختصاص يجيو يتحاسبوا مع هاد الناس ومع هاد الشركه فين مشات هاد الفلوس. راه هذا هو هضر المال العام، فينا هما هاد المازوط اللي كانوا كيستغلوا هاد الناس وكيخويو لينا تم، فينا هو الخلاص ديال الخدامه، فينا هو حتى يعني ادنى شروط يعني الصحيه ديال هاد الخدامه اللي ما عندهمش، وهما من الساكنه ديال طنطا وراهما تيعانيو، وامور اللي هي كثيره متسلسله اللي راه حنا ما غاديش نطولوا في هذا الباب، ولكن غادي نعطيو عليها غير اضافات. ها النقل المدرسي هما الناس كيعانيو وحنا مقبلين على العيد، ها لاتيم بيلا بالجمله فيها اعفاءات وفيها مشاكل، وكتقولي لينا حنا اليوم واش نسكتوا؟ لا، راه دايرين العصا في الرويضه، اين الروايد اللي عندكم باش غادي نديروا حنا هذه العصا في الرويضه؟ حنا ولاد طنطا الحمد لله، الناس دايرين معنا التتبع، إلا كنا دزنا في واحد المرحلة دزنا فيها بخيرها وبليها، ما غاديش نقولوا حنا حققنا، أكثر مما غادي نقولوا وراه كاينة الاستمرارية، وأعطيونا اليوم الحصيلة ديالكم ديال 3 سنوات، ماشي تبقاو تتحاسبوا اللي ناضي يهضر فينا حنا راه ديك الساعة دوزتو، وأعطيونا دروك. وتنطلبوا من الله سبحانه وتعالى باش يدير الخير لهذه جماعة طنطا، وعندنا اليقين الحمد لله في السيد الوالي وفي التدخل ديالو من اجل الجماعه ديال طنطا باش يرجع لها الاعتبار ديالها، وكذلك في السيد الباشا ولا السلطات المحليه اللي تنطلبوا منهم باش يوقفوا معنا، يعني غير في اطار راه جاي الصيف، راه جاي شنيوله، جاي امراض، بغينا طنطا والساكنه ديال طنطا كي حتى جلاله الملك الله ينصره غير العيش الكريم، غير الناس تعيش
بخير وعلى خير، وتعطاها يعني في اطار الصحه يجمع لها النفايات ديالها، وتعطاوها الرخص ديال الربط وديال الاصلاح ديالها، باش حتى الناس تا هما يحسوا بانه راه عايشين. ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى باش يوفقنا ويوفقكم لما فيه الخير.